أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. قالت وكالة أسوشيتد بريس إن فرق الإنقاذ انتشلت اليوم 1000 جثة في درنة. من جانبه أعلن وزير الصحة الليبي أن عدد الضحايا كبير والجثث منتشرة في كل مكان. وزير الصحة الليبي كان أوضح أن 3000 قتيل حتى الآن في إعصار دانيال والمفقودون في درنة بالألاف. من جانبه قال الهلال الأحمر الليبي إن عدد المفقودين جراء الفيضانات تجاوز 9000 ومن الصعب تحديد مصيرهم. هذا وقد شارك الجيش الليبي في عمليات الإغاثة والإنقاذ بعد الفيضانات التي حاصرت مدنا بأكملها شرق البلاد. خلاص انت وين؟ هيا بقى اتمنى النبي يشوف لنا بقى الله يسلمك. هيا هيك اعطيني يا ناس. فيديو صار هنا بدا فيديو هاي أهم أيضا معاق أنا قاعدة.
وصلتوني هيا بقى اتمنى النبي يشوف لنا بقى الله يستر هيا تعطيني يا مستر من بنغازي تنضم إلينا مبروكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. كيف يتم التعامل من قبلكم مع كارثة بهذا الحجم؟ نحن نعرض هذه الصور لمناطق غمرة بالمياه تماما، مباني مهدمة، سيارات منقلبة، شجر اقتلع من جذوره، طرق دمرت. من أين تبدأون بالمساعدة؟ حقيقة صباح الخير، أسعد الله صباحكم، وما زلنا نقدم تعزينا لأهلنا في مدينة درنا وأيضا المناطق المحيطة بها. يعني الكارثة ليست فقط في درنا وإنما ممتدة على شريط مدن برقة أغلبها. القوات أو وحدات من الجيش الليبي تساند الحكومة في هذا المصاب، حقيقة فقد سيطرة بعد هذه الكارثة، وهنالك وحدات من الجيش الليبي مصحوبة بآليات وزوارق وصلت إلى درنا فجر اليوم وتساعد في انتشال الجثث، عدد كبير ومخيف حقيقة من الجثث، عوائل أسر بأكملها قضت نحبها، ليس عدد يعني فرد من أسرة وإنما أسر بأكملها، وهذه كارثة حقيقية. الأضرار في الأرواح وفي الممتلكات ويعني معالم وشوارع رسمت يعني مسحت من على الخريطة، حقيقة الأمر جلل، ومصائب حلت بسكان هذه المنطقة، الأعداد لا زالت لم يعني غير ثابتة، أعداد الضحايا ليست ثابتة حتى هذه اللحظات، ولكنها في تزايد كبير، وبحاجة إلى دعم وبحاجة إلى مساندة لقوات المسلحة وإلى الحكومة التي تقوم بواجبها، ولكن الأضرار كبيرة كبيرة جدا، يعني أنتم تشاهدونها ويصعب حتى وصفها من المقاطع ومن الصور التي وصلتنا، الأمر مرعب ومفزع، ونسأل الله السلامة يعني لمن تبقوا، ونتمنى أن نتمكن أو تتمكن وحدات الجيش من انتشال يعني أعداد من الناجين تحت الأنقاض، يعني هذا ما نتمناه، يعني أن يكون هنالك ناجين تحت الأنقاض. نعم. هل تنسقون مع منظمات أخرى مثلا لإرسال مساعدات، وأي المناطق تعتقدون بأنها الأكثر تضررا والأكثر احتياجا للمساعدات؟ هو الحقيقة في بعض المنظمات الدولية التي بدأت بعد أن أصدرنا بيان نستغرب فيه يعني عدم حراكهم مع الدولة الليبية، خصوصا أن هنالك إعلان لحالة الطوارئ واستعداد من الحكومة، بذلت جهدها حقيقة من خلال تشكيلها لغرفة الطوارئ، لكن قوة الإعصار كانت فعلا مدمرة. صحيح، نحن نرى هذه الصور أستاذة مبروكة أمام كل هذا الحجم من الدمار، هل فرق الإنقاذ الموجودة داخل ليبيا قادرة على التعامل واحتواء تداعيات الإعصار دانيال في ليبيا؟
أنا أعتقد أن نحن بحاجة إلى فرق مختصة في هذا المجال، برغم أن الجميع يبذل جهد وجيش يساند يعني غرفة الطوارئ، إلا أننا بحاجة إلى مساعدة المنظمات الدولية المختصة وفرق يعني مختصة وآليات معينة للمساعدة في انتشال الجثث، وأيضا مساعدة الناجين. لا زال الوقت مبكرا، وأعتقد أن نحن بحاجة إلى الدعم والمساندة. نعم نعم. طيب، أيضا فيما يتعلق بالناجين ومراكز إيواء، خيم يحتاجون إليها، مساعدات غذائية، أعتقد أن أعداد الناجون والذين يتم جلبهم إلى المدن المستقرة والتي لا يوجد فيها هذا الدمار، يعني يتم إيواءهم في الوقت الحالي في مدارس، وأيضا المواطنين فتحوا بيوتهم لاستقبال أهلهم، وهذا هو الشعب الليبي، يعني عادة هذا هو الشعب الليبي، هكذا يتعامل مع الأزمات والمحن. ولكن الحكومة خصصت عدد من المنازل في المدارس في بنغازي لاستقبال الناجون، وأعتقد أن هذه ستكون حلول مؤقتة، لأن بعد فترة يعني الأزمة ليست فقط في هذه الأيام، وإنما ستكون أزمة ممتدة لفترة طويلة، وبحاجة إلى خطة وتدابير لاستيعاب هذه الكارثة. يعني نعم. ابقي معنا إذا سمحتي، أذهب إلى طرابلس حيث مراسل الحدث منير الأشهب. منير، إذا ما هي آخر المعلومات لديك؟ أهلا ضحى. يعني يبدو أن الوضع أعداد للأسف أعداد الوفيات في ارتفاع بعد الوصول لأعداد كبيرة يعني من الجثث، خصوصا الفيديوهات التي تصلنا من هناك. أيضا استمرار انقطاع الكهرباء والإنترنت عن مدينة درنة يصعب المهمة، سواء في عمليات الإحصاء أو العد أو حتى في إيصال المساعدات ومعرفة أماكن العالقين. أيضا مدينة سوسة وهي مدينة ساحلية بالقرب، يعني بالقرب من مدينة درنة والبيضة بمدن الجبل الأخضر، هي الأخرى قطعت بها السبل حتى بعد إعلان جهاز الإسعاف الطوارئ عن عدم إمكانية دخوله إلى المدينة بسبب انقطاع الطرق التي مؤدية إلى مدينة سوسة. أما داخل درنة تصل بعض الأنباء المتضاربة حول عدد الناجين وأيضا عدد الوفيات. أعلنت تصريحات وزير الصحة يوم أمس واليوم بتجاوز 2000 قتيل، هو رقم كبير، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد. صور للعشرات أو المئات من الجثث الملقاة في الشوارع أو حتى داخل مستشفى درنة الذي لم يعد يستوعب، بعض المقابر في منطقة مرتوبة لاحظنا منها مناشدات بالمساعدة، خصوصا أن هذه المقابر لم تعد تستوعب الأرقام التي تأتيها من خلال فيديوهات وصلتنا بشكل يعني متأخر قليلا بسبب سوء الاتصالات في المنطقة. أيضا قد تواصلت مع المجلس المحلي لمدينة البيضاء في وهي المدينة القريبة جدا من درنة، وهي أحد المدن المنكوبة. أيضا حدث معي أعضاء المجلس بوجود 3000 عائلة فقدوا منازلهم يوم أمس. أيضا عن فتح مباني والفنادق والمدارس تحى لاستقبال هؤلاء الناجين من داخل، سواء من البيضاء أو درنة أو من تمكن من الخروج من المدن المنكوبة. طيب منير، يعني آلاف العائلات تقول فقدت منازلها، وبالتالي يتم العمل على تسكينهم في مناطق أخرى، سواء في مدارس، في غيرها من المناطق، في خيم، في مناطق للإيواء. ولكن بالنسبة للطرق المنقطعة والكهرباء أيضا، هل تعمل الأجهزة المعنية على يعني محاولة إصلاح هذه الطرق للعبور منها وإدخال مساعدات أو إجلاء مصابين؟ بالأمس كنا نتحدث يعني مع الأجهزة هناك، خصوصا جهاز الإسعاف الطوارئ الذي تحدث عن عدم إمكانية إصلاح هذه الطرق بسرعة. الإمكانيات المحلية لا تساعد في مثل هذه الأوقات لإصلاح هذه الطرق، إنما حتى وزير داخلية الحكومة الليبية إسامة بوزريبة كان ناشد دعما دوليا للمساعدة، سواء من خلال الفرق المختصة في مثل هذه الأمور أو حتى جهاز الإسعاف الطوارئ الذي طالب بوجود طيران عمودي حتى يتمكن من الدخول مثلا إلى مدينة سوسة وغيرها من المدن. كل هذا يجعلنا متأكدين بأن الأطقم المحلية حتى وإن حاولت بالإمكانيات المتاحة لها
فلن تتمكن من يعني العمل بشكل جيد أو بشكل المطلوب لإنقاذ الناجين أو حتى إخراج الجثث أو الوصول إلى محطات الكهرباء، رغم أن يعني الشركة العامة للكهرباء أعلنت إرسال كل الإمدادات اللازمة لإصلاح كهرباء في تلك المناطق، ولكن عملية الوصول أصلا إلى داخل مدينة درنة أو إلى مدينة سوسة وغيرها من المدن صعب جدا، خصوصا بعد انهيار السدود وانهيار الطرق المؤدية إلى تلك المدن. نعم، هل وصلت أي مساعدات من دول أو منظمات دولية منير، أو في وعود أو في جدولة لإدخال هذه المساعدات أيا كانت، سواء مساعدات بأغذية بخيم أو مساعدات بآليات يمكن أن تعمل على فتح هذه الطرق؟ نعم، المساعدات يعني الغذائية وغيرها يتكفل الليبيون بها، سواء كانت من يعني مدن الشرق القريبة أو من الحادثة أو حتى مدن الغرب والجنوب الذين أرسلوا العشرات أو المئات من سيارات المساعدات، ولكن عمليات الوصول إلى فرق إنقاذ دولية، الحديث عن قرب وصول فريق إماراتي وقطري وأيضا مصري وتركي إلى بنغازي، ومن ثم التوجه إلى تلك المدن حسب ما أفادنا المصدر يعني حكومي في الحكومة الليبية، أنهم في انتظار فرق الإغاثة التي تواصلوا معها للوصول إلى بنغازي مطار بنينة، ومن ثم التوجه شرقا. إلى الآن لم يصل أحد حسب المعلومات الواردة، ولكن الجميع وعد يعني بتقديم مساعدات، وهو ما ينتظره الحكومة الليبية التي ناشدت منذ الساعات الأولى المجتمع الدولي وكل الجهات الخاصة والعامة التي يمكنها التدخل للمساعدة. نعم ضح. نعم، سنبقى في متابعة معك منير لكل جديد. أعود أيضا الآن مشاهدينا لضيفتي مبروكة بالتمر رئيسة مفوضية المجتمع المدني. استمعت لكلام زميلي فيما يتعلق بالوضع الآن وصعوبة الوضع، وربما العائق الأكبر أمام ما يحدث الآن هو وعورة الطرق والتعامل معها. أنت في المفوضية، هل ما مدى الصعوبة التي تواجهكم؟ ما العوائق التي تواجهكم لإدخال المساعدات أو إجلاء مرضى ومصابين وناجين؟ هو دعيني يعني أصحح معلومة لسيد الزميل منير، أن هنالك مساعدات يعني وصلت من دولة الإمارات الشقيقة وكذلك من المملكة العربية السعودية، ونحن لازلنا نناشد يعني الكثير، ليس يعني المساعدات ليست يعني متركزة على المواد الغذائية أو الأغذية وما إلى ذلك، ولكن نحن بحاجة إلى معدات ثقيلة مثلا لترميم أو لإصلاح الجزء الذي انهار من الطريق بشكل عاجل، أيضا مساندة فرق الإنقاذ، هي يعني فرق الإنقاذ التي تتحرك الآن هم جهود فردية من يعني من جهود من الحكومة، يعني الحكومة تتحرك، أيضا جمعية الهلال الأحمر الليبي هي من تتحرك ولديهم يعني ضحايا تقريبا وصل عددهم إلى 4، والقوات المساندة من الجيش الليبي، يعني من يقومون بعملية الانتشال وإزالة الركام هو وحدات أو فرق من الجيش الليبي، وصلت إلى فجر اليوم إلى درنة وهي من تقوم بعملية الإنقاذ. وبالتالي نحن كمجتمع مدني يعني بوجود منظمات المجتمع المدني أعتقد أنهم قاموا بدورهم الذي يعني يستطيعون، هنالك فعلا قوافل يتم إرسالها من جنوب البلاد وغربها وكذلك من بنغازي شرق البلاد إلى باقي مدن برقة، ولكن الإمكانيات وحتى المساعدات التي ستقدمها المنظمات المحلية لن ترقى إلى حجم المصاب والكارثة. نحن بحاجة إلى رصد ميزانية كبيرة بالدرجة الأولى، ليبيا يعني لديها الأموال ولكن لا توجد لديها الإمكانيات، نحن بحاجة إلى
إلى المساعدة الدولية من حيث الإمكانيات، يعني توفير الإمكانيات والمعدات اللوجستية التي تمكن من تقليل الأضرار التي من الممكن أن تحدث، انقطاع الطريق والاتصال ب. طيب، ولكن مع وجود الكارثة وبهذا الحجم، هل بدأ التنسيق فعلا في هذه النقاط التي أشرت إليها؟ أنا بعد إصداري للبيان الحقيقة وإلقاء اللوم على بعض الأصدقاء من المنظمات الدولية، كيف أنكم يعني لم تحركوا ساكنا حتى الآن، عليكم أن تتحركوا لمساعدة الشعب الليبي وهو يعاني، مدن برقة غرقت في السيول والوديان. الحقيقة الآن هم يرتبون أمورهم، وهنالك اتصالات وصلتنا من عدد من المنظمات الدولية، لكن توجد مشاكل يعني حقيقة في دخول ممثلين هذه المنظمات بسبب حجب حكومة الوحدة الوطنية للتأشيرة. يعني حكومة الوحدة الوطنية لم تمنح التأشيرة لموظفي المنظمات الدولية الذين يرغبون في الدخول إلى منطقة برقة. نحاول نحن التواصل مع الحكومة الليبية، حكومة السيد رئيس أسامة حماد، من أجل ترتيبات لإمكانية إيجاد حل لهذه المشكلة. من بركم هذا نوجه رسالة لحكومة الوحدة الوطنية بأن يمنحوا التأشيرات لمن يرغبون من المنظمات الدولية في القدوم إلى برقة، وأعتقد أن هنالك فعلا اليوم وضحت الصورة اجتماع في تونس. نعم، من المنظمات الدولية، عقد اجتماع في تونس من المنظمات الدولية للنقاش عن هذا الموضوع. هذا ما أخبروني به بعض الممثلين الإقليميين الموجودين في ليبيا. شكرا جزيلا لك، مبروكة بالتمر، رئيسة مفوضية المجتمع المدني، كنت معنا، شكرا جزيلا. هذا وادي وهذا وادي، هذا الوديي واضحه تصور عندك فيديو انت دير فيديو صور، هذا وادي وهذا وادي، هاك تصور هذا الوديين وهذا المحقن وهذيك الطريق كانت جيلة عند الطريق هذا من فوق، عارفين عجي ما دارنا هذا السد، كان هناك سد تراب قاعد، سد تراب، بريت السد تراب وعليه الحيط، قريت الحيط اهو قاعد لا تراب 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 مش عارف ايش اي نعمل خرس هذا عاد انهار السد ضيق فوقي هذا السد الاول والسد الثاني عاد هو اللي هو طمن هذا هذا كم ارتفاع ديما في 50 40 متر تو ضيق 40 متر هذا 40 متر 40 متر جاي فوق من دارنا يعني اللي يقول لك خشطت عليه ميه الدور الرابع الدور الخامس ضيق هي ما فيها الشك عوض الله إذن ينضم إلينا من بنغازي محمد بعيو مدير المؤسسة الليبية للإعلام، أهلا بك معنا على الشاشة. الحدث انطلق معك من هذه الصور التي نعرضها لحجم الدمار في درنة وفي مدن ومناطق أخرى في ليبيا تضررت جراء إعصار دانيال، ما هو حجم الكارثة؟ ما هي آخر المعلومات لديكم سواء إحصائية القتلى، المفقودين، المصابين؟ صباح الخير.
أولا لا نقول إلا ما يرضي الله، إلا لله وإلا إليه راجعون. المأساة كبيرة لا شك في ذلك، كارثة حقيقية. نفرض عندنا يعني يعطيك حد أرقام دقيقة ولا حقيقية عن قتلى، ولكنهم لا شك أنهم بالأناف ومدينة برلين الزاهرة الجميلة في الوادي فكانت تكون من خرجة في المدينة تماما مقتبل الاستثناء طبعا. لا أسمعك بوضوح أستاذ محمد، هل لديكم يعني تحديثات بخصوص أرقام الضحايا المختفين؟ لا لا توجد تحديثات حقيقية يعني ساعة بساعة، لأن الوصول لدرجة لا يزال صعب، أعتذر لك، لا أستطيع أن أسمعك بوضوح، ربما نعود الاتصال معك مرة أخرى. وأشكرك محمد بعيو مدير المؤسسة الليبية للإعلام، ربما نعود إليك في نشرتنا اللاحقة. لا حول ولا قوة الا بالله، بنت صغيرة هذه حتى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه عائلة يعني سبحان الله الذي لا إله إلا هو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المجلس السياسي في ليبيا أعلن درنا وشحات والبيضاء في برقة بالشرق، مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها. طالب المجلس الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدة والدعم. عضو مجلس البيضاء قال للحدث إن الوضع في المدينة كارثي وأن أكثر من 3000 عائلة فقدوا منازلهم، مؤكدا أن العديد من الفنادق والمدارس تحولت إلى مراكز إيواء. في طرابلس انطلقت حملة شعبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات وإرسالها شرقا إلى المدن المنكوبة بالفيضانات. سكان مدينة طرابلس مواطن مدني، أنا مؤسس عام قافلة طرابلس الخير. طبعا الفكره جتنا من امس في الليل انا وزميلي فيصل عبد الهادي شقان، والله قعدنا نترقبه في الموضوع عبر التواصل الاجتماعي والتلفزيونات وكذا، واثرت فينا اصوات الاستغاثه والمناظر الكارثيه اللي نظرناها في التلفزيون. فقررت انا وصديقي من العشيه لليل ان احنا كيف ننشر قافله هذه ونشوفوا دعم وكذا امور سهيه. ما شاء الله الناس تعاونت معنا يعني بشكل غريب، بسم الله ما شاء الله ربي يبارك. عندنا أدوية، مواد غذائية، مفروشات، ملبوسات، مواد تنظيف، وما زال في سيارات إسعاف جاية بإذن الله، وأغلبها يعني مجهودات ذاتية. تجين للشرق الحبيب في كارثة صايرة غادي، وفيضانات وفي مشاكل. بإذن الله درنا المبادرة هذه، إحنا جماعة الدفع الرباعي جمعنا بعضنا منطلقين إن شاء الله لغادي، بنقدموا المعونة، بنحاولوا نخترقوا المشاكل اللي صايرة، انسداد الطرق والكلام هذا. عودة
إلى بنغازي وينضم إلينا محمد بعيوم مدير المؤسسة الليبية للإعلام. أهلا بك معنا من جديد. كنت أسألك إذا كان لديكم أو وصلتكم أي تحديثات أو بيانات حول عدد الضحايا من القتلى والجرحى وأيضا المختفين في المناطق المنكوبة. لا يزال من الصعب حصر الأعداد، لا يزال من الصعب بالتأكيد. مدينة منكوبة والدخول إليها ليس سهلا. كل ما أقوله أن مدينة درنا يعني قديمة الجميلة على ضفاف الوادي تكاد تكون زالت من الوجود، والصور عندك المشاهد تدل على أنه أكيد في ضحايا بالألاف يعني. نعم، دعنا نذكر المشاهدين بالمناطق المنكوبة التي أعلنت منكوبة بالكامل. هي كل يعني منطقة الجبل الأخضر فيها مناطق يعني تعتبر كلها مناطق منكوبة بمفهوم يعني بمفهوم الأزمة مفهوم الطوارئ مفهوم الدولي، ولكن يعني الكارثة الكبرى والمأساة الكبرى هي في درنا يعني. هل لديكم معلومات حول فرق الإنقاذ إذا ما كانت يعني استطاعت الوصول إلى المحتجين إلى الضحايا إلى المصابين؟ أنت تتحدث الآن على أكثر من 24 ساعة، يعني إذا اعتبرنا أن الطوفان وقع بشكل خطير عند الثانية ونصف من صباح الاثنين، يعني نتكلم الآن على ما يقرب من 30 ساعة. أكيد يعني 30 ساعة وقت طويل جدا في إنقاذ ما يمكن إنقاذ. الآن ما عاد شيء قابل يعني يمكن جمع جثة الوصول إلى المتوفين رحمهم الله لإحصائهم ودفنهم وثم التفرغ لما بعد المأساة، يعني هذه قصة أخرى. الآن نحن الآن نتحدث عن ما بعد الطوفان، ليبيا بعد الطوفان يعني، وليست ليبيا قبل الطوفان. هذا الطوفان للأسف كان 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 كارثة يعني طبيعية كبرى، ونتائج تظهر أولا بأول، لكن الصورة واضحة أمام السيدة. شكرا جزيلا محمد بعي مدير المؤسسة الليبية للإعلام. لا حول ولا قوة الا بالله، بنت صغيرة هذه حتى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه عائلة يعني سبحان الله الذي لا إله إلا هو. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. في المغرب أعلنت وزارة الداخلية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2862 قتيلا وقرابة 2600 جريح. أشارت الوزارة إلى أن عدد الوفيات في إقليم الحوز مركز الزلزال ارتفع إلى 1604. قالت إن السلطات تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة أثار الزلزال. الدار تشوفوها مريبة، راه هذا الشيء كل شيء. حنا دابا في الخطر، حنا في الخلا قاعدين في القياطن هنا، ها حنا في الخلا انتم ما تشوفوا. الا كاينه شي شتا ولا شي حاجه راه كل شيء هذا الشيء علينا خطر، كل شيء هذا الشيء علينا خطر. وليتي انتم ما تشوفونا المشاهدين، ها انتم ما تشوفوا فينا. الزلزال ملي تدور بينا البيت فاش نعسنا تنغوطوا الباب، ما لقينا كنديروا نحلوه، ما لقينا كنديروا نحلوا الباب تنغوتو. الجيران ديالنا تيضربوا ليا في الباب تيقولوا ليا خرجي، انا تنجر ولادي ما لقيت كندير. تدفع عليا راجل جاري الباب حل عليا الدفه وانا نخرج تنغوت بلا ما لبسنا لا سواندر لا والو تنغوتو. ومضرورين دابا حنا مضرورين تنخافوا الا دخلنا للدار، راه كلها تريبات علينا،
كي غنديروا دابا ندخلوا، كي غنديروا ندخلوا لهاد الدار. الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس قال في لقاء مع قناة الحدث إن الحكومة جندت كل الأجهزة للوصول إلى جميع المتضررين من الزلزال. نحن نعتقد بأنه قريبا جدا سوف تستقر الأرقام، أرقام الوفيات، لأنه وصلنا تقريبا إلى جل المناطق المتضررة والمتضررة بشكل كبير. بقيت بعض الدواوير على مستوى تارودانت وبعض الدوائر وبعض الدواوير على مستوى الحوز. يتم الآن العمل وفق مستويين، هناك المستوى التدخل العاجل المرتبط بالإغاثة وبتقديم الإسعافات وتقديم العلاج للمصابين. المستوى الثاني هو مستوى البناء وبإعادة تأهيل المنازل وبنائها من جديد وتقديم تعويضات للمواطنين المتضررين بفعل هذا الزلزال. على مستوى التعبئة الصحية لابد أن نتوقف عند المجهود الذي تقوم به مصالح الصحة سواء المدنية والعسكرية. هناك عدد كبير جدا من الأطباء والمستشفيات وعدد كبير جدا من الممرضين والتخصصات طبعا المطلوبة في مثل هذه الحالات. من أقليم الحوز ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيري، ومن مراكش تنضم إلينا الزميلة رجاء فضلي مفادة الحدث. أهلا بكما. أبدأ معك رجاء من مراكش، وما الجديد لديك؟ وتبدو أثار طبعا الزلزال واضحة من حولك. نعم، إذن نحن الآن أمام أحد الأسوار التاريخية بالمدينة، مدينة مراكش. هذا السور يدعى سور مراكش التاريخي، كما تشاهدون آثار الزلزال الآن، يعني السور مدمر. وهناك العديد أيضا من الأسوار المماثلة والتاريخية التي تعود إلى العصور الوسطى في المدينة، كلها أيضا تأثرت إثر هذا الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة الحمراء. هناك من أبرز المعالم التي تأثرت بفعل هذا الزلزال هي معلمة الكتبية الباهية، أيضا المساجد العتيقة، مسجد مليل يزيد، مسجد تنمل الذي يعود يعني عمره إلى 12 قرنا من الزمان، سور قصر البديع، أيضا العديد. وأنت تتحدثين رجاء، نريد أن نرى من حول الصورة أيضا. نعم، سنحاول الاقتراب بالكاميرا إلى آثار الدمار، آثار دمار سور مراكش التاريخي. كما تشاهدون هنا، يعني الطريقة المعتمدة في البناء هي طريقة قديمة وتقليدية جدا من خلال استعمال الطين. هناك العديد من المآثر التاريخية التي كانت قد شملت بعمليات إعادة الترميم في إطار الحفاظ على المآثر التاريخية للمدينة العتيقة ولمدينة مراكش بشكل عام. وكما يبدو أن هذا السور كان أيضا من ضمن الأسوار التي شملت بعملية إعادة الترميم، لكنه رغم ذلك وبفعل قوة الهزة تدمر جزء منه، وهناك أجزاء أخرى في الجانب الآخر من هذا السور أيضا تدمرت، وهي في محيط يعني القصر الملكي. هنا يحضر إلى جانبي ضيفا السيد عبد الواحد الشافقي، هو رئيس مقاطعة مراكش المنارة وعضو البرلمان المغربي، ليحدثنا عن أهم المآثر التي يعني تأثرت بفعل هذا الزلزال. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا سيدي، يعني حدثنا عن أبرز المعالم التاريخية التي الآن هي معرضة للانهيار أو الاندثار. أنت تلاحظين سيدتي أن هذا الصور هو من أقدم المآثر التاريخية بمدينة مراكش، حيث أسسه المرابطون في القرن 12، وكذلك هو سنة 1070 ميلادية، ويمتد على مساحة على طول 19 كيلومتر. وهذا السور قد تم إصابته بإصابات مختلفة على طوله، بحيث أن نجد بعض الأماكن التي دمرت بالكامل كما تلاحظين في هذا المشهد، وهناك مشاهد أخرى على محيط المدينة، على اعتبار أن هذا السور كان سورا دفاعيا أيام السلاطين المرابطين. هناك عديد من المآثر التي دمرت إما جزئيا أو كليا، كمسجد تنمل الذي دمر تقريبا بكامله، وهو مسجد يعني يعود إلى القرون الوسطى كما ذكرت، وهو مسجد
تم ترميمه وهو مدرج على لائحة اليونسكو. هناك كذلك مجموعة من المآثر المدرجة في لائحة اليونسكو كالكتبية وقصر البديع وقصر الباهية ومجموعة من المساجد التي تعود إلى وضحت الصورة. فهذه المآثر هي كلها إما تضررت بشكل جزئي أو بشكل كلي وتم حجبها عن السياح مخافة أن يصابهم هناك ضرر إلى حين القيام بتحديد المخاطر في كل موقع سياحي. أشكرك وأعود لك إذا ما بعد هذا كان هناك وقت. دعيني أذهب سريعا إلى مراسل الحدث عادل الزبيري من أقليم الحوزة. عادل، كنت تنقل لنا مبادرات وأيضا من المجتمع المدني، ولكن ما الذي يحدث من حولك الآن؟ نعم، نحن في موقع حي سكني دمره الزلزال بالكامل ومعنا شاهد عيان. نحن لازلنا في بلدة ويرغان حوالي الساعتين عن مدينة مراكش المغربية. نحن في إقليم الحوز في بلدة ويرغان، معنا أحد أبناء المنطقة كان في مدينة الدار البيضاء كازابلانكا في ساعة الفاجعة ليلا الساعة 6 صباحا، التحق بهذا المكان وبدأ في جهود الإنقاذ. التقديرات تشير إلى أنهم أنقذوا أكثر من 10 أشخاص. هو سيروي لنا القصة على لسانه. سيدي عود لنا كيفاش ساعتي وانت ود المنطقة وكنت في كازا. أمين ديجا الدراري الشباب ديال المنطقة قايمين بالواجب للناس. طيب عادل، لدينا مشكلة في الصوت، الصوت يتقطع. تردموا تحت التراب. انتشلنا جوتات ديك الساعة، جوج ديال الجوتات ونقدنا. عاد الصوت مرة أخرى. تحت الأنقاض واحد السيدة مهرسة حتى هي نقدناها، وهذوك الدراري اللي كاينين ولاد العائلة اللي تقول شي تيتعاونوا. شحال تقريبا ديال الناس توفوا هنا وشحال الناس نقدتوهم؟ هنايا ثلاثة الناس ماتوا، ثلاثة هادو مؤكدين ماتوا. مؤكدين أربعة الناس غير جوج ديك الليلة حيدوهم، والآخرين ثلاث أيام هما تحت الأنقاض. دري صغير ومرأة وواحد السيد هو كان تحت الأنقاض، جبدناه تا هو معطوب في واحد الرجل، وهذوك الآخرين كلشي ديك الليلة كلشي ديك 3 ايام فجاو ديك البومبيه عاونونا حتى جبنا دوك جوج اللي بقاو. عاود لينا على ذكرياتك في هذا الحي، شحال قديم هذا الحي والان الناس اللي كانوا فيه فينا هما اش كيديروا؟ الناس ديال هنايا انا كنت بعدا صغير، قرينا هنايا وكملنا القرايه ديالنا على برا، والناس ديال هنا القدام لقينا تقريبا هاد الدوار هذا اكثر من 200 عام هو موجود ودازوا فيه الكوارث وداز كل شيء داكشي، ولكن عمرنا ما شفنا بحال هذا الشيء اللي داز المره. والناس عايشين بالفلاحه وعايشين بالسياحه، هنا مشهور عالميا سياحيا، ولكن عند الصعيد المغربي شويه. هنا تمشي لنجلس تقول لهم ويرغان عارفينه، ولكن تمشي للدار البيضاء تقول له ويرغان ما يعرفوش. هنايا معروفين بالسياحه. الحاج شنو الان اللي محتاجينه انتوما؟ وقلتي لي ان البرد يقترب والشتاء يقترب وهي والتحدي الكبير. التحدي الكبير هو الغطاء، وباش تغطوا الناس يتستروا حيت البرد ما كاين لا خيام، ما كاين لا باش ما يفرشوا في الارض، والبرد جاي. وحنا هذيك هي الاولويات، هما الماكله. الانسان يصبر الجوع ولكن ما يصبرش البرد وما يصبرش المهم داك الشيء تبع البرد. شكرا جزيلا. هذا الشيخ المغربي روى لنا مشاهداته بعد الفاجعة وكيف شارك في هذا المكان في عملية إخراج الناجين. الصورة معبرة عن قوة الزلزال. هذا البناء يعود إلى 200 سنة، منازل متجاورة الآن أصبحت أطلالا، لا تزال علامات أن الحياة كانت في تلك الليلة نشيطة في المطبخ، في قاعات الجلوس. حتى المسجد المتواجد هنا أصبح غير صالح للصلاة وهو مغلق،
سقطت مئذنته من فوق بسبب قوة الزلزال. نحن هنا في بلدة ويرغان نرصد أيضا آلام الناس ومناشداتهم للحصول على مزيد من الخيام والبطانيات من أجل أن يتقوا شر البرد، لأن تدريجيا ونحن الآن في شهر سبتمبر في اتجاه أكتوبر وباقي الشهور يصبح الطقس باردا. هذه البلدة موجودة يعني على ارتفاع غير كبير، ولكنها بحسب رؤية السكان تعيش شتاء باردا وقاسيا. طيب عادل، دعنا نتنقل معك بالصورة في هذا الحي الذي يبدو مدمرا بشكل كبير جراء الزلزال. المنطقة المحيطة به يعني هل وصلت لها خيم؟ هل يبدو في هذه الصور معك، لو تشرح لنا، لو تدور بالكاميرا لتضعنا في صورة تلك المنطقة؟ نعم 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 نعم، سنحاول أن ندور 180 درجة بالكاميرا ونرصد آثار هذه الفاجعة وهذه الأطلال إذا صح التعبير، أو بقايا المنازل التي دمرت في هذا الحي في بلدة ويرغان. وفي خلفنا جبال الأطلس المرتفعة، وهذا الحي بحسب السكان عمره 200 سنة. طبعا السكان هنا استفادوا من عدد من الخيام، ولكنهم يؤكدون أنها غير كافية. في الثقافة المحلية ترغب كل عائلة في خيمة، ترغب كل عائلة في خيمة، ويعتذرون عن مسألة قبول أن تكون كل العوائل. فقدنا الاتصال بزميلي مراسل الحدث عادل الزبيري، كان معنا من أقليم الحوز، وأيضا كانت معنا زميلتي رجاء فضلي مفدة الحدث من مراكش. شكرا جزيلا لكما. غدوزي لهاد الخيمة هادي، عبروا لك لي كونستون ديالك. دخل زيد شوف عليك، عندو واحد مع واحد السيد اخر وهو يتراجع، قال لي غنخيطو لك على الدرس. ها صافي، بارك بارك بارك. سير انت، سير السكن غير قيمة. غير صبر شويه. وبينما تخوض فرق الإنقاذ سباقا مع الزمن لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، يفتش آخرون بين ركام منازلهم عن ذكريات طفولتهم أو عن أشياء تذكرهم بأحبائهم ممن فقدوهم في الزلزال. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. حتى هي لم يعد لها بيت لتعود إليه، مثلها مثل هذا الشاب الذي يرى طفولته في هذا الركام، وأعوام كثيرة تفصله عنها. كأن في هذه الاسطوانة شيئا من ذكرياته ما زال حيا فيها. فاجعة الزلزال أذابت صمود النساء، ففي صوت هذه المرأة كل أصوات الآخرين ممن فقدوا أحبتهم. أزيد من 15 وحنا بنجمعوا وندبروا هذه باش نبنيو ذاك البيت باش تكون واحد الأسرة إن شاء الله، ولله الحمد.
زلزال المغرب بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، هز الأرض وهز معه مشاعر كل سكان العالم. فالزلزال المدمر خلف حصيلة ثقيلة من القتلى والجرحى، وعلى أمل انتشال ناجين من تحت الأنقاض تتواصل جهود الإنقاذ وتستمر معها حالة الاستنفار بالمشافي في ظل استمرار وصول الضحايا من دون توقف. كل واحد سيدة جبدناها من هذه البلاصة، هذه بنت ولدها، بنت ولدها جبدناها مع نقاها، كانت هزها وباغا تخرج، مع ديك خرجة اللي غادا تخرج راه على داك الشيء حدا الباب. هؤلاء القراويون فقدوا ثقتهم في الأرض خوفا من حدوث هزات ارتدادية، فاضطروا لقضاء الليل في العراء. قد يختلف ضرر الزلازل من منطقة لأخرى، لكن أثره في نفوس المغاربة واحد لا يكاد يختلف. حمزة عتبي، الحدث. كانت هنية مصلح طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها 4 سنوات في أغادير حين ضرب زلزال قوي المنطقة فقتل المئات. اليوم تلاحقها الهزات الأرضية بقوة أكبر لتعيش بعد أن شاب شعرها زلزالا حصد أرواح قرابة 3000 شخص في إقليم الحوز المغربي الذي انتقلت إليه عروسا قبل عقود. عشنا الزلزال ماشي ما عشش وليدي، ولا كان بحال هذا ما صعيب، عشته وليدي عشناه وشناه. انا راه دوز شنا تاع ديك، احنا باقيين صغار، شنا ديال اكادير، وداز الزلزال من ورا اكادير شي 3 ولا 4، ولا كان وليدي هاد الضربه قاصحه. رجع في الله وليدي. صيف الزنقة الصباح تنجو نطلع على محالي ونجي نعجل لوليداتي ما ياكلو، وترجع للزنقة كاينش فين نقعد. واش غندير واش غندير؟ داري ما صحيت. كلشي حاسه بيه، كلشي حاسه بيا وليدي، وكلشي عارفه غادي نتشرد، وعارفه كلشي. مادام الخطا ما حالو خطا وحويجات، وراه تشرد تشرد من ليلتي مشرده. تغطية مستمرة مشاهدينا على قناة الحدث. إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.